يا رفع، السلام عليكم. فيديو جديد وفلوق جديد. اليوم يلا فقنا من نعاس، دابا 8 ديال الصباح. غادي نمشي نلف مع عمي، غادي نمشي ندز المعلومة ديال حيدو الصوفة ديالها مع عمي حسن. المهم نخليكم مع الفيديو هذا، فرجة ممتعة. عرفوا الغنم بعدا بشحال كدز؟ الغنم كدز ب 7 ريال البهيمة، وغادي يجو ان شاء الله اليوم غيكونوا 5 دزازة، وغنكونو حنايا جوج دراري غادي نكتشفو اليوم. وفرجة ممتعة، ومنساوش واحد ابون وواحد لايك. المهم عمي جاب الغنم الدزازة، جاب الخبز باش نفطرو ونتغداو. احنا دابا غادي نمشيو للبلاصه اللي فيها الدزازه، فين كاين التكتاف، فين غادز الغنم. كاينه في العروبيه، مو حنا خرجنا من الفيلاج بعيد على البلاصه اللي غنمشيو ليها، سميتها ولاد السالم، بعيد على الفيلاج بواحد 10 كيلومتر. والمهم نخليكم مع هذا الفيديو هذا، وفرجه ممتعه. وما تنساوش الخوت، ابوني ابوني ابوني. المهم الدنيا هادية وسقيل الكعب في الصباح هذا، لا طير يا طير ولا بشر يسير. و الأحسن بلادي من الكنيسة بالعربية يسكن فيها أحسن، كانت مقومات وهادي العربية أفضل كعب. وهادي نمشيو نبدلو حويجاتنا بما يجيو الدزازة. المهم نبدلو حويجات ديالنا ويسرات يكون خير إن شاء الله. هاد الكلب هذا ما عرفناش رجلو، مسكين مالو رجلو شي عرش بيها. والله يشافيك السي الكلب. متخافيش أبران، قول لهم قول لهم بيس ليكم خوتي. قول لي السلام عليكم. شاور 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 زيد ضرب لي زيت العود ومش قاعد تخدم تخدم كعكة حبة مع عمرها زيت العود. الدكة حلوة بنينة. شو هاد الشيء؟ بيس ليكم خوتي. هاد الزازة جاو الخوت ومشو نوجدو راسنا حتى حنا نبدلو حوايجنا وندزو معاهم ونعاونوهم. او فرجه ممتعه الخوت، بيس ليكم وفرجه ممتعه وفيديو. المهم مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. غنمشيو نبدلو حوايجنا وكاين البرد، وانا غادي نمشي للمكازين نبدل نلبس واحد الكومبليز. حنا لبسنا الكومبليز ديالنا. المهم كاينين الدزازه معنا حتى هما. احنا كتشفنا الغنم ونوريكم كيفاش كدز، الطريقه اللي كدز بها هاد الغنم. الغنم كيدزها كامله من الجوايه كاملين، من الظهر ديالها، من الكرش ديالها، الديل ديالها، الرجلين، كلشي، الراس، العنق، كلشي كيدز. هو دابا غادي يدز ليها الديل ديالها. مرحبا وسهلا. مرحبا اخويا، مرحبا. مرحبا ان شاء الله. ابوني اخويا، ابوني. واش نتوما الخوت ما تنساوش واحد ابوني وجيم بارطاج. هو دابا كيدز ليها في العنق ديالها والوجه ديالها، والجرحات راه كاين الدواء ديالها.
كاين الدو. هما اصلا حرايفيا قدام، هادو قدام في الجزائر و شوف سخرة الله عاوتاني ماشي سير. جرحت واحد الجريحه من وراك يكون الدواء ديال هادشي هذا الى جرحت تكون واحد الدواء سنة يوم تكسر شيء الماء راه الروبين شرب الروبين يدير الماء ياخذ الموتور الدو الموتور راه ديال السيوت ما عرفتش خويا راه الدو ديال ومعنا تاع عبد الرحيم صاحبنا راه هو تما جاي كتف معنا وندزو كاملين ان شاء الله نشوفوا شنو الحاله كيفاش غادي تخرج هذه قريبة تسالي الحولية اللي من بزاز سامي سيناش او تشوفو كفر على السلام شكرا بالصحة بالصحة والراحة هذه هي الصفر خرجت صافا درنا في هاد الساشي هادي و تتبعو واحد الخروف الله يشافيه مسكين هو غايد الدواء المهم خوتها الفطور جا غادي يفطرو دابا و نغسلو الدزازة بما يسالو داكشي اللي شادين في يديهم و نغسلو يدينا ولا بركة الله ان شاء الله الطريقة اللي تتكتف بها الغنمية هادي كتفو مزيرة مزيان باش ما تركبش الله يعطيك الصحة سي عبد الرحيم المهم اخوت هاد الحولية هادي راه ضعيفه دابا غادي نطلقوها حيت المهم ضعيفه ما غاديش تهز ممكن شنو دزوها حتى المره اخرى عاد تهز قربوا سالوا في داك البيت حيت كاينين جوج بيوت 190 ديال الغنم اللي غيدزو ملي خصهم ملي يساليو من البيت خصنا نشطبوا داك الصوفا اللي كتكون تما كاينه هاي الشطابه المهم ندير الشطابه هادي هي باش غادي نشطب ان شاء الله هانتوما الخوت حنا كندزو الغنم المهم احنا غادي نعملو الفطور رجاء كوفيتير وزكاوت واحد الدبانه كساره كتاكل مع راسك كولي كولي شتي سيري حي وي طاحت ايوا شوف والله غادي نعملو الفطور ديالنا بما يوجد واحد الغنم غادي تتباعو نسخر فيها الله المهم الخوت دابا راه وقت الظهر نمشيو نصليو الظهر ديالنا وعاد نرجعو و غايجيو الشراية كذلك غادي يشوفو شي غنم ونشوفو الحالة كيفاش متنساوش الخوت ابوني وواحد جيم وبارطاج كدايرة لالا رحمة كتلقي الزرع كتلقي الزرع لالا رحمة كتزرع لي بحال هذا مالو علاش لا تطحنتي درتي البهي شو تما لي انا راه يوسف لا راه نصور الزرع لا لا راح ما عطاش من دوز ديالنا لا لا راح ما رحنا فتنا دوز ديالنا انا مرات تنقي الفارينه لا لا راح ما دقيقه نميمه
هيا خويا. ويلي اصاحبي حنا دابا تغدينا كملنا الدزازه خاصنا نشربوا المونادا، هذيك المونادا ولا ويسكي؟ هذه خويا المونادا. المونادا مشربين اسي. الله يحفظك. عمر كنتي لاحق في فيسبوك؟ مومو الخوت هو الغدا راجع.